أجواء رمضان في عاصمة أوروبا الموحدة تعتبر الأقرب إلى أجواء الشهر الفضيل في بلاد الإسلام منها في عواصم غربية أخرى، فأجواء موعد الإفطار في بعض أحياء بروكسل مثل مولنبيك وشكاربيك وأندرليخت ذات الأغلبية المسلمة لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في القاهرة أو اسطنبول أو طنجة، وتحرص السلطات البلجيكية على اتخاذ إجراءات المساعدة في ذلك. جرى الاتفاق مع رئاسة البلدية على تواجد أكبر للشرطة قبل وبعد الإفطار لتسهيل حركة المواطنين في الشوارع وأيضا تسيير دوريات مسائية، كما أن هناك إدارات أخرى تابعة للبلدية تعمل بالتعاون معنا في هذا الصدد. عندنا مسؤولين في المستوى وكيحاولوا يساعدوا الناس في رمضان. من 3 ل 6 كيتقطعوا الطرقان، ما تقدرش تدخل لهنا بالطوموبيل الا الناس على رجليهم باش كيتسوقوا بهدوء واطمئنان، وهذا كنشكرهم. ولا يعاني ابناء الجاليه المسلمه في بروكسل وغالبيتهم من المغاربه والاتراك من اي نقص على مستوى السلع الاستهلاكيه الرمضانيه، وبمجرد التجول في تلك الاحياء تجد نفسك تتنزه بين اطباق الحلوى من مختلف اللذات، هذا بالإضافة إلى الفطائر من مختلف الأشكال والألوان. الجالية الحمد لله تتحافظ على التقاليد ديالها والأجواء ديالها، فلا شتي هنايا في بلجيكا غادي تلقى تقريبا جميع المحلات فهما محلات مغربية تقدموا أطباق مغربية وتحاولوا يحافظوا على التقاليد ديالهم المغربية والأجواء الإسلامية والعربية ديالنا الحمد لله اللهم لك الحمد. إذا كان رمضان شهر التضامن فيتجسد ذلك بشكل كبير في بروكسل، فهناك من يتبرع بوجبات الإفطار الصائم، وهناك من يتبرع بمبالغ مالية تخصص لهذا الغرض ومساعدات أخرى للصائمين. وعلاوة على المساجد التي كانت ولا تزال تقترح الإفطار بين رحابها على المصلين، هناك المطاعم والمقاهي التي تقدم للصائم إفطارا مجانيا وتتنافس فيما بينها لتقديم أجود إفطار. الحريرة المغربية والبيض والحليب عناصر أساسية على المائدة، ورواد ساعة الإفطار من الصائمين ليسوا من الطلبة والمحتاجين فحسب، بل فيهم العامل والموظف والتاجر، فهناك عذاب يعيشون وحدهم، لذا فهم عندما يقصدون المقهى يقصدونه طلبا لأجواء الإفطار الجماعي. المسلمين عادوا يجيو بزاف المساجد، وعادوا عندنا الأوروبيين بنفسهم كيجيو، وعندنا إفطار صائم كنديروا هنا، كتفطر معنا 160-180 واحد كل يوم، وفيها عدة أجناس. بعد المغرب عندنا صلاة العشاء، ثم نديروا التراويح، كاين دروس الدينية، عندنا الوفود كتجينا من الأزهر الشريف من مصر، وكتجي عندنا من يعني من المغرب. الاختلاف الكبير بين الصوم في بروكسل أو الوطن الأصلي يتمثل في فارق التوقيت وطول وقصر نهار الصوم، فالصوم يبدأ في بروكسل من 3:30 فجرا ويمتد حتى 9:30 مساء، وهو يوم طويل مقارنة بالوطن الأم. عبد الله مصطفى، اليوم على الحرة، بروكسل.